رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، أي في مكان عال، والصحابة كانوا أسفل منه. فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي نظر من تلك الغرفة وقال لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء تتذاكرون؟ فأخبروه أنهم يتذاكرون يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي التي تعرف بعلامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى 10، وتأتي هذه العلامات متتالية، وبعدها يأتي يوم القيامة. فما هي أول تلك العلامات؟ أول علامات الساعة الكبرى: فتنة عظمى وبلية كبرى ستأتي على الناس طال الزمان أو قصر. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة المسيح الدجال أو المسيح الكذاب. سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. من هو هذا الرجل؟ أهو من البشر؟ نعم، إنه إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل. وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إحدى عينيه طافية كالعنبة، أي بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة لا يرى بها. فلذلك يقال له الأعور، لأن كلا عيني الدجال معيبة عوراء. وأما شعره فكأغصان الشجر من شدة قبحه، وأما جثته فهو ضخم فيلماني. وما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الدجال. وقال نبينا: إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال النبي: إنه يبدأ ويقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. رسولنا خاتم الأنبياء والرسل، لا يأتي نبي بعده. قال النبي: ثم يسني، أي الدجال، فيقول: أنا ربكم. قال النبي: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر. يا حبيبي يا رسول الله، رسولنا ينزه ربه، ينزه الذي يعبده، فيقول: إن ربكم ليس بأعور، أي الله تعالى لا يتصف بأي صفة من صفات النقص. الله ليس جسما، الله ليس شكلا، لا هيئة له، كان موجودا قبل خلق العالم بأكمله، وبعد أن خلق العالم الله لا يتغير.
لأن التغير دلالة ظاهرة، علامة، آية تدل على أن المتغير عاجز، محتاج، محتاج إلى من غيره، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فالله لا يسكن مكانا من الأماكن ولا جهة من الجهات، كان قبل الجهات والأماكن وبعد خلقها لا يتغير. فمن أعظم الدلالات على كذب الدجال أنه يدعي الربوبية وهو جسم، والله ليس جسما. فقول النبي وإن ربكم ليس بأعور، ليس معناه أن الله تعالى له هذه العين الجارحة ولكنها سليمة وليست عوراء، تنزه الله عن ذلك، بل الله تعالى يرى كل المبصرات بلا هذه العين الجارحة، ويسمع كل المسموعات بلا هذه الأذن. قال ربنا عز من قائل ليس كمثله شيء، فنزه الله نفسه. وأما الدجال، دجال الكذب، المسيح الكذاب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن بين عينيه مكتوب كافر. هل هذه الكتابة حقيقية؟ نعم، جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفر الدجال وبكذب الدجال. يظهر الله هذه العلامة لكل مسلم، للكاتب ولغير الكاتب، للأمي ولغير الأمي، ويخفي الله هذه العلامة عمن أراد شقاوته وفتنته. فالذي يفتتن بالدجال لا يقرأ هذه العلامة. وأما عن فتنته، كم هي فتنته؟ كم عظم فتنته؟ فاسمع، ورد في الحديث إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله، أي خلق الله، ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. قال النبي وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، أي سيظهر في هذه الأمة. قال لهم النبي إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج لكل مسلم، أنا أكفيكم شره. قال النبي وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. الله أكبر، الله أكبر. هل هو حي الآن؟ نعم. ما هو الدليل؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر ذات يوم بعد الصلاة وكان يضحك. قال النبي لأصحابه ليلزم كل إنسان مصلاه، قال لهم أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال لهم النبي إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم
عن المسيح الدجال، ويخبر النبي أصحابه ماذا حصل مع تميم الداري. تميم كان مع أصحابه وكانوا على سفينة. ماذا حصل؟ لعب بهم الموج سهرا في البحر، تاهت بهم السفينة، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لا يعرفون هذه الجزيرة. دخلوا هذه الجزيرة فإذا بدابة كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها من كثرة شعرها، والأعجب أنها كانت تتكلم. فقالت لهم، ماذا قالت؟ تابع في الحلقة القابلة وتذكر أنها قالت.